أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على أهمية مواصلة مضاعفة الجهود للتصدي لفيروس كورونا واستمرار تعزيز التعاون الدولي بما يسمو في القضاء على الجائحة وتجاوزها بنجاح. شار سموه إلى أن مملكة البحرين مستمرة في تنفيذ كافة الخطط والمبادرات للتعامل مع الفيروس في كافة مراحله ومواكبة كافة تطوراته من أجل مكافحته بالشكل الصحيح وفق مراحل التعامل مع الفيروس بما يحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر الرفاع اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، الدكتور بينغ تشاو الرئيس التنفيذي لمجموعة G24 الإماراتية والتي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، حيث أعرب سموه عن شكره للجهود التي يتم بذلها من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في سبيل التصدي للفيروس، ومشيدا بنجاح التجارب السريرية والتي كان لها الأثر في الوصول إلى اعتماد اللقاح المضاد للفيروس، وذلك بالتعاون مع القائمين على التجربة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، والذي يمثل خطوة كبيرة في دعم الإنسانية بما يحفظ صحة وسلامة الجميع، مثنيا سموه على التعاون مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنوها بمدى عمق علاقات التعاون الثنائي بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مختلف المجالات والدفع بها نحو أفق أوسع من العمل والتنسيق المشترك بما يلبي التطلعات المنشودة. أضاف سموه أن مملكة البحرين تواصل تعزيز كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة والبناء على ما تحقق بنجاح في التعامل مع الفيروس، والذي يستوجب تضافر كافة الجهود الوطنية المخلصة للالتزام بهذه الإجراءات بما يسهم في حماية الجميع، مشيرا سموه إلى الأهمية التي يمثلها أخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا في وقاية الفرد لنفسه وأسرته ومجتمعه. من جانبه أعرب الدكتور بينغ تشاو الرئيس التنفيذي لمجموعة G24 عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من حرص واهتمام للتصدي للفيروس كورونا، ومتمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والنماء.